أهلا بكم في قناة فيفو أرت. نبدأ المكونات سوا. ربع كيلو عدس أصفر، طبعا ممكن يزيد حسب عدد أفراد الأسرة. حبتين طماطم وجزرتين وبصلة متوسطة وثلاث فصوص ثوم وملح وكمون. ولو حد حابب يحط مرقة ممكن يحط مرقة، اللي بيعملوا دايت ما يحطوش بقى المرقة. وهنحضر كمان بصلة كبيرة عشان التقلية. نبدأ الطريقة سوا. أول حاجة هنجيب العدس وننقيه ونغسله كويس جدا، وبعدين نغطي العدس بالمية ونحط المقادير بتاعتنا دي كلها، الطماطم مع الجزر مع البصل مع الثوم. مش هنحط الملح والكمون دلوقتي، وهنسيبهم يغلوا على النار لحد ما حبة العدس تستوي. ولو احتاجت مية ممكن نزود مية عادي، ما فيش مشكلة، لحد ما حبة العدس تستوي كويس. طبعا الوصفة دي جميلة جدا في الشتاء وفي البرد، يعني مغذية جدا وبتدفي جدا وما فيش غنى عنها في الشتاء بالذات. هسيب لكم في صندوق الوصفة اول تعليق مثبت قائمة بأكلات الصيام اللي احنا عملناها سوا في القناة. نقلب العدس كويس جدا مع المكونات، ولما نلاقي حباية العدس استوت هنرفعها من على النار. في الوقت ده هنكون جايبين البصلة الكبيرة ومقطعينها حلو ومع زيت، ونحمرها كده على النار. ونجيب الهاند بلندر ونضرب العدس، وطبعا اللي ما عندوش هاند بلندر ممكن يضربها في الخلاط. هنقلب البصلية بتاعتنا كويس علشان دي التقلية بتاعتنا اللي هنحطها على المقدار اللي احنا عملناه. اهم حاجة تقلبه كويس عشان ما تتحرقش البصلة من الجنبين، وعشان كلها تبقى سوا واحد ولون واحد. هنقلبها كويس لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده. وطبعا احنا بعد ما ضربنا العدس حطيناه على النار ياخد كده غلوتين، ونضيف عليه الملح والكمون. بعدين هنكمل تقليب البصلة بتاعتنا لحد ما تاخد اللون الذهبي، وبعدين هنطش عليها البصلة المتحمرة. بس طبعا مش هنحطها كلها، احنا هنحط بس جزء صغير والباقي هقول لكم هنعمل بيه. اهم حاجة نقلب العدس بتاعنا مع الملح والكمون علشان الملح والكمون يدوبوا كده في قلب العدس، ونغطي عليه ياخد غلوتين نكون احنا كملنا تحمير البصل. تمام كده البصلة اخدت اللون اللي احنا عايزينه. لو انتوا لسه اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي، يا ريت ما تنسوش تضغطوا على زر اللايك، وتضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا جديد. ولو عجبكم النهاردة الوصفة يا ريت تعملوا لها شير. دلوقتي انا هجيب البصلة وهطشها على العدس بتاعنا. طبعا احنا مش هناخد البصل كله زي ما انا قلت لكم، احنا هنصب عليها بس جزء صغير، وهنسيب الباقي هنحطه على وش العدس المغروف. هاخد كده قيمة معلقة وهطشها على العدس، ونقلب البصل مع العدس كويس جدا ونسيبه يغلي غلوتين، وبعدين نكون مجهزين الطبق بتاعنا ونصب فيه العدس المغروف. زي ما انتوا شايفين كده العدس غلي معانا، وهبدأ اجيب الكرنيب واصب كده العدس المغروف. طبعا حسب بقى ما انتوا حابين. وبعدين هكون بقى مجهزة كمان مع جنبي كده كوباية مية او كوبايتين حسب الرغبة، حسب ما انت بتحبي سمك الشوربة شكله ازاي. تمام، انا كده صبيت العدس المغروف. هبدأ بقى اجيب كوباية المية واصبها على باقي كمية العدس اللي في الحلة، واسيبها تغلي غلوتين. وكمان هكون مجهزة ملح وكمون برضو عشان اكمل حدق الشوربة حسب الرغبة، طبعا بتزوده حسب الرغبة. تمام، بقلبها كويس وبعدين بسيبها تغلي. هكون في الوقت ده بقى جبت البصلة المتحمرة بتاعتي، وهجيب معلقة وهصب شوية كده على الوش. في ناس بتحب تحط على وش العدس المغروف كله، احنا بنحط يعني معلقة كده في النص عشان برضو البصل المقلي دوت فيه سعرات حرارية كتير، وعلشان كمان ما يبقاش متعب. انا هاخد بقى باقي الكميه وهصبها على الشوربه بتاعتي على النار، وهسيبها تغلي كده ايه غلوتين. طبعا اكون زودت الملح والكمون، لان طبعا احنا زودناها ميه فالحدق بتاعها طبعا هيختلف، فانت بتحطي حسب الرغبه بقى بتاعتك. واقلب كويس واغطي الحله واسيبها على النار تغلي، وبعدين بالهنا والشفا الشوربه بتاعتنا غلت اهي زي ما انتم شايفين، اخدت غلوتين كده على النار. في ناس طبعا بقى تحب تضيف عليها شعريه،
في ناس تحب تضيف لسان عصفور، ده بقى حسب الرغبة. احنا هنعملها سادة النهاردة وهنبدأ نغرفها واوريكو بقيت عاملة ازاي. تابعوني النهاردة هنزل وصفة الفول النابت، وكمان اتفرجوا على وصفة البامية العزراوي هتعجبكم جدا، وما تنسوش تتفرجوا على بقية وصفاتنا في قائمة الوصفات الصيام. دي كانت وصفتنا النهاردة، شوربة العدس، أكلة مصرية قديمة بنعملها من زمان، مفيش بيت مصري ما بيعملهاش. طبعا ما بنستغناش عنها في الشتاء، مغذية جدا ومليانة بروتين، واحنا عملناها كمان خفيف. طبعا شكلها تحفة ويعني تستاهل بقكم. ممكن تقدموها طبعا مع بصل أخضر، مع سلطة بابا غنوج، مع رز بشعرية زي ما انتوا شايفين، أو رز حباية وحباية. يا رب تكون الوصفة النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تضغطوا على زر اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس والشير لو الفيديو عجبكم، وتابعوني في قائمة الوصفات الصيامي. احنا عملنا وصفات كتير ان شاء الله تعجبكم، واشوفكم في وصفة تانية قريب. باي باي.